بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أحياناً أكو فد أشياء إحنا نعتبرها اللي أدى جهل بالموضوع، يعتبرها ما لها أي قيمة يتركها، بينما هي أساس عمل الماطور بالنسبة للماطور اللي هو يكون على شكل بوشة، مو بولبرين، هذا بوشة. هذا بي إحنا نسميها بالعراق يسمونه لاينة. هاي اللاينة مهمة جدا، ليش؟ لأنه تسهل عملية انزلاق الدوران، يعني الدوران يكون بكل سلاسة. لاحظ هاي اللاينة إذا ما موجودة راح يصير عندك ثقل بالحركة والدوران ما تكون غير سلس. فهذه اللاينة مهمة جدا بالماطورات اللي يحتوي على بوشة. لاحظ هذني. فطريقة التركيب مالتهن يكون مركبات بالشفت، بعد ما تقعد الكور بالماطور تجي تقعد الشفت بداخله وتحرص كل حرص بأنه يتزيت هاي المنظومة، منظومة البوشة تزيت كليتها زين عيني، وتكون أثناء تقعيد الشفت لازم هاي البوشة تكون بصورة عمودية، يعني إذا كانت مائلة ما راح يدخل عندك الشفت، فتحرص أن يكون الشفت هذا البوشة العفو تكون شكلها عمودي، تقدر تخلي أي شفت هنا وتحركها بالاتجاه الصحيح. فهاي معلومة بصراحة كلش مهمة حبيت أوضح لكم إياها، اللاينة ضرورية لتسهيل الحركة. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.